من بعد التحديث 15.20 نزل معنا اشياء جديده بالنسبه للسكن السريه اللي صرنا اكثر من فتره من اول بدايه السيزون ما بنعرف اي شيء عنه، ولكن حاليا معنا السكن السري فتح معنا اول 3 خانات اللي هي عباره عن بانر وعن ايموجي وعن سبري. فان شاء الله بهذا المقطع رح اشرح لك جميع التحديات الخاصه بالسكن السري، اول 3 فتحوا معنا وبعد منها بنستنى الباقيين وبقول لك امتى رح يفتحوا. فلا تنسى اللايك وتشير هذا المقطع مع اصدقائك لو عجبك، وقدام بلاتم شوبني متسا، ويلا مع بعض فعلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. لو انت حابب تكون من احد الاشخاص اللي بياخذوا الجيفت على البث المباشر، كل عليك انك انت تدخل على صفحه البث المباشر على الفيسبوك باسم نيمو 3 او اللي ظاهر امامك، تدخل لهنيك وتعمل لي فولو وتعمل لايك للصفحه، واول ما يكون الايتم شوب نازل عندي بالقناه مباشره بفتح انا بث مباشر على الفيسبوك. فلو انت حابب تشارك بهالقصص فوت شارك على البث المباشر وتفاعل واكتب كومنتات ولايكات والقصص كلها والشيرات، مشان انت تكون من احد الاشخاص الرابحين بالجيفت للبث المباشر امام الناس كلياتها. وبالنسبة للتحديات الخاصة بالسكن السري، إن شاء الله رح أشرح لك أول 3 تحديات نزلوا معنا اليوم بتاريخ التحديث تبع 15.20. هدول التحديات فتحوا معنا وما بين أي شيء بالنسبة للسكن، ولكن أنا بهذا المقطع ما حأشرح لك فقط التحديات، رح أقول لك على شكل الباك بلينك أو الحقيبة الخاصة بالسكن السري اللي كل ماله عم يتضح أمامنا أكثر وأكثر شو شكل السكن اللي ظاهر أمامكم وينزل معنا بالنسبة لفورتنايت سيزون 5 شابتر 2. مثل مظاهر امامكم هي شكل الحقيبه اللي رح تاخذها بالخانه رقم 6، بهي الخانه ان شاء الله رح تخلص رقم 6 وتخلص رقم 7 وتاخذ من وراها الباك بلينك بهذا المكان بالضبط اللي ظاهر امامك، هي الباك بلينك بشكل كامل. فشو رايك بهالباك بلينك؟ هل هي عجبتك ولا لا بالنسبه لكسكن؟ انا الصراحه السكن عجبني جدا كبنر وكاشياء خاصه بالسكن السري، وخلينا مع بعض نشرح اول تحديات الخاصه بهذا السكن. اول تحديات الخاصه بهذا السكن بيطلب منك 3 اشياء تعملها وتاخذ 3 هدايا. بالنسبه للهديه الاولى، اول شيء بيعطيك البانر اللي ظاهر امامكم، هي الهديه بتاخذها بمجرد ما انك انت تخلص تحدي بسيط جدا. التحدي الاول بيطلب منك انك انت تروح تزور المركبه الفضائيه الخاصه بالسكن السري. بهي المنطقه يا شباب، بمنطقه الجنجل بالضبط اللي هي منطقه الغابه، بتلاقي مثل مظهر امامك هي المركبه، كل عليك انك انت تروح تزورها وتوقف قدامها لحتى تخلص هذا التحدي وتاخذ البانر. لمعلوماتكم حاولوا تخلصوا التحديات اول باول، لانه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله بشرح تحديات الاسبوع الثامن رح ينزل معنا التحديات القادمه بالنسبه للسكن السري. فخلص تحديات اول باول، وبالنسبه للتحدي الاول رح ورجيك وين المكان بالضبط وارجع لكم. مثل ما شفتوا اول تحدي بسيط جدا، بتروح بتوقف عند المركبه وبتخلص هذا التحدي. وبالنسبه للتحدي الثاني اللي رح يعطيك الايموجي اللي ظاهر امامك، هذا التحدي بيطلب منك انك انت تتكلم مع 3 بوصات لحتى تخلص هذا التحدي. هدول 3 بوصات بتلاقوهم بثلاث اماكن مختلفه، وبدي اقول لكم معلومه بسيطه، لو انت نزلت لعبت سولو او سكواد او حتى تيم رامبل وما لقيت هذا البوس، كل عليك انك انت بتطلع من الجيم بترد تفوت جيم ثاني، بتروح على نفس المكان وان شاء الله بتلاقي هذا البوس بنفس المكان مثل ما انا رح اشرح لك هلا بالفيديو. بالنسبة للتحدي الثاني، التحدي بيطلب منك انك تتكلم مع 3 بوتات او 3 بوصات لتخلص هذا التحدي. We'll be right back.
وبالنسبة للتحدي الثالث والأخير للسكن السري، التحدي الثالث والأخير بيعطيك السبراي اللي ظاهر أمامك. بالنسبة لهذا التحدي، التحدي سهل جدا، كل عليك أنك أنت تأخذ ميت كيت تأخذها 3 مرات معك على الحقيبة وبتخلص هذا التحدي. التحدي بكل بساطة بتقدر تساويه بنفس الجيم بطريقة بسيطة جدا، أنك أنت بترمي الميت كيت وبترجع بتأخذها. طبعا أنا رح ورجيك هلا كيف تساوي التحدي الثالث وارجع لكم. هيك احنا بنكون شرحنا جميع التحديات المفتوحه حاليا بالنسبه للسكن السري، وتستنوني ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بالنسبه للتحديات الاسبوع الثامن، او يوم الخميس ليفتح معنا التحديات القادمه. رح يفتحوا معنا بالترتيب، ورح يكون معنا السكن موجود ان شاء الله بالخانه رقم 5 يلي ظاهره امامكم. بالخانه رح ناخذ السكن، وبعد منها ناخذ الباك بلينج اللي ورجيتكم اياها بالخانه السابعه، وبعد الخانه السابعه رح تاخذ ايموت موجود مع السكن بنفس الوقت، يعني الرقصه بتكون مدموجه مع السكن، بيعمل لك تحول خاص بالسكن بالخانه التامة. هي بالنسبه لجميع التحديات. فلا تنسى تفعل زر الجرس وتحط لايك، ولو انت مشترك بالقناه وفعل زر الجرس شيل الاشتراك وتفعيل الجرس وتفعله مشان يتفعل عندك الاشعارات بشكل كامل. كود دعم بالاتم شوب نمو 9 وبرعايه الله.